السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيدايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالمين. عواشر مبروكه ويدخل بكم بالصحه والسلامه وزياده الرزق وطول العمر ان شاء الله يا سيدي ربي. الفيديو التالي اللي كنت لاحظت الاغلبيه ديال لي كومونتير كتسولوا على سميره والمشكل ديالها مع يونس. باش نوضحوا بعض الامور، هادشي ما في خبر لا يونس ولا سميرة، انا اللي خرجت بهذا التصريح هذا باش نوضح للناس، باش الناس يكون عندهم واحد الصوره واضحه، وحتى دوك صحاب القنوات اللي كانوا دوك يبقاو يترعوا فامهم ويبقاو يهضروا على شي حاجه اللي هما ما عارفينهاش والعواشر هذه، وكيبقاو يديو في الذنوب وكيديو في الاثم. يونس وسميرة وقع لهم واحد بيناتهم واحد المشكل بحال اي امراه مع راجلها، كيكون ديما النقاش، هذه حاجه عاديه. انا ومرتي كنتناقشوا، اي واحد مع مرتو كيتناقش، يعني النقاش في الحياه شي حاجه اللي هي طبيعيه. هو كاين النقاش اللي تيكون نقاش عادي كيتحل بزربه، وكاين النقاش اللي تيكون شويه كومبليكي، تيكون شويه قاصح باش يتحل. هما النقاش ديالهم شويه كومبليكي اللي انا براسي ما عارفوش، ولكن راه كندير اللي في جهدي وكنحاول ما امكن، كندخل بخيط ابيض وكنحاول انني باش نصلح بيناتهم. وحتى النهار اللي سميره فاش ولدات وجاني تليفون وقالوا لي بان راه سميره راها ولدات، ومشيت عندها للسبيطار وطليت عليها وزرتها وشفتها كيبقات وكل شيء. المهم انا وسميره هي راه بشهاده من هذا الشيء هذا عارفاني انا كيفاش دايره وعارفه كل شيء عليا، المهم حتى خليتها هو عارف كل شيء عليا، انا ما كان عندي وجه واحد ما كنعرف لا نكذب ولا ننافق ولا حتى شي حاجه. المهم هذا الفيديو هذا غير باش الناس تكون عندها واحد الصوره وما يبقاوش يتقلدوا بشي حوايج اللي هما ما عارفينهمش. سميره ويونس فعلا وقع لهم واحد المشكل اللي هو انا براسي اقسم بالله العلي العظيم لهذا المشكل انا براسي ما عارفوش، ما قالوه الناس، ولكن في نفس الوقت لا انا لا الوالد لما ننظر كنحاولوا اننا نتدخلوا بخيط ابيض، والناس اللي كيدخلوا بخيط كحل كيجيو كيبقاو يسبوا في سميره ولا يسبوا في يونس ولا يقولوا في هذا ولا في هذا، راه ما غش با. اخوان الكرام الا قديتوا تشوفوا كيفاش ديروا تصلحوا الامور وتعاونونا باش نساهموا في الصلح، كان غادي يكون احسن من السبان ومن المعيور ومن بزاف ديال الحوايج، حيت ما عنده باش غادي يفيدكم، ما عنده باش غادي يفيد الناس اللي راهم مناقشين. غير باش نكونوا واضحين، يعني الا كانت شي معاونه ولا شي حاجه الانسان يحاول يعاون يحاول انه يعاون باش ما كان بالصلح بشي حاجه اللي هي زوينه اللي غادي تفيدهم، اما المعايير والسبان راه مارش با. انا القناه ديالي ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء، انا كندير فيديوهات ديالي انا ومرتي الحمد لله كلشي مزيان كلشي بخير وعلى خير. جو بونس وقيلا يونس كان حبس التعاليق، سميره كذلك، هذا دليل على انهم باغي نرجعوا بعضياتهم، حيت هي ما بغاش انكم نتوما تهضروا على يونس بالخايب، هو ما بغيش انكم تهضروا على سميره بالخايب، هذا دليل على انهم باغيين يرجعوا مع بعضياتهم. والنقاش راه شي حاجه مهمه في الحياه، راه الا ما كانش النقاش ما بين واحد جوج ديال الناس صافي ديك ما كيبغيوش بعضياتهم وانهم كينافقوا بعضياتهم، راه ملي تيكون داك النقاش تيقول لك دونز اون ريلاسيون سي اوبليجي لي بروبليم، سي لي با دي بروبليم يا با دامور، راه ما كاينش الحب الا ما كانش المشاكل في ديك العلاقه. راه اي واحد كيف ما بغى يكون النوع ديالو كتلقى مشاكل مع مرتو ولا مشاكل مع راجلها. وواحد القضيه لاحظت بانكم كتهضروا على الطلاق بزاف ديال الناس تيقول لك الطلاق الطلاق الطلاق، راه ما كاين لا طلاق لا حتى شي حاجه، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الانسان اللي غادي يحاول انه يعاوننا بالصلح ويعاوننا بالكلمه اللي هي الطيبه اللي غادي ترجع هاد الناس هادو لبعضياتهم، اما الهضره الخاويه وقوه الهضره والله ينعل هادي والله ينعل هذا، راه سمارش بركات راه النعله كيديها هذاك النيت اللي نعل، راه ما كيديها حتى شي واحد، حيت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عارف شنو واقع ما بيناتهم، حتى شي واحد ما عارف شنو كاين، حتى شي واحد ما يمكن له اصلا يعرف كاع من لا انا ولا كيف ما بغى يكون. باش نشرح لكم كاين بزاف ديال الناس تيجيو عندي وتيلوموني انا ما عندي حتى شي دخل في هذا الشيء اولا بعدا، علاش؟ لحقاش كل واحد في دارو وكل واحد بعيد على الاخر، انا ما عايش مع يونس ويونس ما عايش معايا وانا ما عايش معاهم وما عايشينش معايا، يعني كل واحد عايش بوحده وكل واحد عنده مصروفه وكل واحد عنده دارو وكل واحد عايش حياته. يعني ملي شفت هذا المشكل هذا حاولت ما امكن باش نتدخل بخيط ابيض، وراني مازال لحد الان كنحاول باش نتدخل بالصلح، لا انا لا الوالد ديالي لا الوالده، اقسم بالله العلي العظيم الا كنديروا كل ما في جهدنا باش نتدخلوا بالصلح. يعني الناس اللي كنطلبوا منكم هو انكم تعاونونا باش نصالحوهم، اما قوه الهضره بلا بلا راه ما كتفيد حتى شي حاجه، راه قوه الهضره ما كتبيع ما كتشري خضره، راه كتبقى طاطاطا بنادم كيهضر وصافي. يعني الانسان يحاول انه يشوف كيفاش يدير يصلح الامور ويدخل بواحد الخيط ابيض اللي غادي يكون مزيان لسميره ويكون مزيان ليونس.
وكنتمنى انكم تفهموا هذا الميساج هذا، حيت هذا التصريح اقسم بالله العلي العظيم الا ما في خبر لا خالي لا مرت خالي، ما قلتها حتى شي واحد، حيت شفتكم كتسولوا بزاف وانسيستيتوا باش تعرفوا، وجيت باش نقول لكم واحد القضيه. كاين الناس اللي غادي يجيو دابا غادي يقولوا لي عاوتاني احق هذا الشيء مشاكل عائليه ما كانش خاصك تعاودها، راه كيف ما درنا وحله، راه فاش كتكون مشاكل عائليه وكنحاولوا نحلوها عائليه ما كتبغيوش، كيخصنا نقول لكم كلشي، احنا دابا جينا نقول لكم كلشي. كنتمنوا انكم ما تقولولناش عاوتاني او دير المشاكل عائليه خصها تبقى عائليه، هادشي اللي بغيت نوصل لحقاش فريمون كيف ما درتي وحله. وكنتمنى ان الميساج ديالي يكون واصل وواضح، والانسان لا بغى يتعاون يعاون بالصلح، يعاون بالصلح، راه قوه الهضره راه ما تفيدني ما تفيد حتى شي واحد، ما غتفيد لا سميره ولا يونس، حقاش دوك الوليدات كيتشوفو راهم مع يونس البنيته مع سميره، ما اصلا ما يقدوش، ما كنظنش انهم غادي يقدوا يفرقوا بعضياتهم، لحقاش ما يونس وسميره دازوا في مشاكل ودازوا في بزاف ديال الصراعات ورجعوا بزاف ديال الحوايج. لا ميم شوز بوغ مو، انا ماشي الانسان كيكون في يوتيوب صافي ديالك هو، راه ما يمكنش يضرب مع مرته، ما يمكنش يكون عنده مشاكل في حياته، راه ما كايناش هذه، راه حنا الناس الانسان اللي تيكون في يوتيوب راه ناس انسان عادي طبيعي، حتى هو تيوقعوا له مشاكل، حتى هو تيوقعوا له بزاف ديال الحوايج، يعني الانسان يحاول انه يتفهم هذه الامور هذه وما يبقاش غير يهضر وصافي. وكنتمنى نكون خفيف على القلب ديالكم وتكونوا انكم فهمتوا الموضوع شنو هو، وانا شرحت لكم شنو وقع ما بين يونس وسميره، كاين مجرد نقاش اللي هو ما عرفتوش واش كبير والصغير، ولكن الانسان يحاول انه يدخل بالصلح، هذا هو المهم في هذا الشيء. وشكرا لكم بزاف، يعجبني بحال هذا لو جونغ ديال لي فيديو، لي فيديو اللي كيعجبوني هما انا نكون كندير شي حاجه اللي انا كنبغيها اللي غادي تعجبكم واللي غادي نقدمها لكم فيها شي حاجه اللي هي زوينه. اما هاد المشاكل هادو راه بزاف والله العظيم، حتى بزاف بالله. المهم تحياتي لكم وكنتمنى لكم نهار مزيان، والسلام عليكم. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. معكم نعيمه من قناه نعيمه تيفي. اول حاجه كنشكر الاخ ايوب على هذه المبادره الطيبه، يعني كلمه شكر صراحه قليله في حقه، لان حنايا القنوات الصغار اي واحد دعمني يعني ولو غير باشتراك واحد راه كنفرحوا واحد الفرحه اللي ما كتوصفش، قسما بالله العلي العظيم انا لا دخل عندي غير شي واحد في النهار كنفرح واحد الفرحه لا توصف. فكلمه شكر قليله في حق الله يجعلها في ميزان حسناته. القناه ديالي وديالكم متنوعه، فيها كل اسبوع كنحط مواضيع دينيه، طبخ، زائد الى خرجت شي بلاصه كندير فلوغ، اعمال يدويه، يعني قناه متنوعه غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. فكنتمنى تشتركوا عندي في القناه الى عجبتكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم، وشكرا مسبقا لاي واحد فرحني، شكرا الله يفرحوا دنيا واخره، شكرا